الآن ينضم إلينا من أوديسا زميل غيث مناف مراسل القاهرة الإخبارية. مرحبا بك زميلي الكريم. المفارقة ستكون إنه الرجل الذي تتهمه أوروبا وأمريكا يتهمونه بأنه ديكتاتور وغير ديمقراطي وهو فلاديمير بوتين حرص على إجراء الانتخابات التي شهد الكثيرون بأنها انتخابات شفافة في روسيا رغم الحرب. المفارقة ستكون إنه الرجل الذي يصطف الغرب وراءه بسبب إنه ديمقراطي بين قوسين سيفقد شرعيته بعد شهور قليلة. هذه المفارقة لابد أنها تثير ضجة في أوكرانيا زميلي غيث. تحية طيبة لك زميلي محمد. بالفعل هنا توجد تخبطات سياسية كثيرة ما بين مؤيد للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وما بين معارضا لبعض السياسات التي يقوم بها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والذي أيضا ما نتذكره بأنه قد جاء على خلفية ممثل كوميدي في الشارع والأوساط الأوكرانية، ولكن حظي بشعبية مقبولة لدى الجانب الأوكراني في بداية الحرب عام 2022، ولكن بدأت هذه الأوضاع تتغير نوعا ما من قبل المواطنين جراء التعبئة العسكرية العامة، جراء بعض القرارات السياسية التي يتخذها فلاديمير زيلينسكي. للأسف هنا المواطنين قد انقسم إلى قسمين، قسم مؤيد لقرارات الرئيس وقسم الآخر هو رافضا لما يقوم به طبعا الرئيس الأوكراني وكابينته الوزارية. ولكن على كل هذه الأحداث، على كل هذه الأمور، جاء اليوم تصريح من قبل أليكسي دانيلوف وهو سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني، حيث نفى بأن يكون هناك انتخابات في مايو أو في أي شهر آخر طالما كانت أوكرانيا تحت الأحكام العرفية، وأيضا أكد بأنه سوف تكون هناك 3 إلى 4 أشهر من أصعب الفترات التي سوف تمر بها أوكرانيا جراء ما تتحدث به روسيا وتنقله من دعايات بأن الجانب الأوكراني سوف يقوم بعمليات انتخابات في ظل الحرب القائمة. والأحكام العرفية هنا في الداخل الأراضي الأوكرانية تمنع منعا باتا باتخاذ أي قرارات مدنية سواء كانت جنائية أو كانت أخرى غير عسكرية، بل أن كل الأحكام هي أحكام عسكرية، أحكام عرفية، منع التجوال، التعبئة العامة العسكرية، منع نقل السلطات ما بين وزير إلى وزير آخر. كل هذه الأحداث تأتي تزامنية مع انتهاء ولاية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 20 مايو في هذا العام، وهذا الشيء الذي أيضا ما أكده رئيس الاتحاد الأوروبي ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، أيضا قالوا بأن شرعية زيلينسكي سوف تظل لحين انتهاء الحرب أو العملية العسكرية كما تسميها روسيا. ولكن لا تغييرات حتى هذه اللحظة، المحكمة الدستورية حتى هذه اللحظة لم تصدر ولم تبت بأي قرار، ولكن الشرعية العسكرية ما زالت منطوية على الأراضي الأوكرانية، ولا انتخابات قريبة حتى هذه اللحظة كما يشير في 21 مايو ستصبح المفارقة مرعبة في الحقيقة. سيصبح هذا الذي يقف الغرب الديمقراطي وراءه لأنه منتخب ديمقراطيا ويعبر عن أوكرانيا الحديثة الناهضة الديمقراطية، سيصبح رئيسا غير شرعي. ألا يخشى الأوكران أن يؤدي ذلك إلى تضاؤل الدعم الغربي لبلادهم؟ حتى هذه اللحظة الجانب الغربي وشركائهم الغربيون يؤكدون على استمرارية شرعية فلاديمير زيلينسكي لحين انتهاء الحرب، وهذا الشيء لن يؤثر على تغير سواء كان الرئيس شرعي أم الرئيس سوف يصبح رئيس تصريف أعمال. في قانون الحرب هنا في الداخل الأوكراني وفي الدستور الأوكراني يتيح للرئيس الأوكراني المكوث في السلطة لحين تولي رئاسة أخرى من قبل أي رئيس آخر بعد انتهاء فترة الحرب، وهذا شيء صنه الدستور الأوكراني منذ عام 1991، ولن يتغير هذا البند إلا إذا أرادت المحكمة الدستورية أو لديها آراء أخرى، وهذا شيء الذي أيضا ما نلاحظ من قبل بعض زعماء الأحزاب الأوكرانية وعلى رأسهم الرئيس الأسبق لأوكرانيا وهو بيترو باراشينكو، الذي أعلن من خلاله بطلبه لتغيير النظام أو إعلان انتخابات في 21 مايو، ولكن حتى هذه اللحظة لم تحصد أي انطباعات في البرلمان الأوكراني. غيث، سأنقل لك مفارقة أخرى.
في هذه الحالة وبعد 20 مايو سيكون من مصلحة زيلينسكي أن تستمر الحرب كي يستمر هو رئيسا بحسب الأحكام العرفية، أليس هذا أمرا مرعبا يا غيث؟ ربما سوف تتحول أوكرانيا إلى سياسات أخرى أو استراتيجيات أخرى سوف تقسمها طبعا اللعبة العسكرية التي نشاهدها نحن الآن في داخل الأراضي الأوكرانية ما بين كر وفر ما بين الطرفين. ربما سوف يستغل الرئيس الأوكراني وكابينته الوزارية هذا الأمر وسوف يظل في السلطة لحين انتهى، وهذا شيء طبعا مرعب في الداخل الأوكراني كونهم اليوم يخشون من عمليات التعبئة المجهولة للمواطنين، التوجه نحو الجبهات دون أي تدريب مسبق، بالإضافة إلى ذلك نقص الإمداد العسكري ونقص الأموال في الداخل الأوكراني، وهذا الشيء الذي أيضا ما يخشاه المواطن اليوم الذي هو يكسب قوته اليومي، بالإضافة إلى الموظفين العاملين في داخل الدوائر الرسمية الأوكرانية لم يتلقوا الموظفين حتى شهرين ماضيين أي رواتب تذكر من قبل الحكومة الأوكرانية، وهذا الشيء الذي يخشاه المواطن، واليوم المواطن يطالب بأن يكون هناك مفاوضات، بأن تكون هناك هدنة على الأقل لبحث آراء وجه الطرفين ما بين الروسي والأوكراني، ولكن الجانب الأوكراني ما زال مصرا بإنهاء العملية القتالية بالسيطرة الكاملة على الأراضي الأوكرانية ثم التفاوض على حسب وصف الرئيس الأوكراني وكابينته الوزارية، ولكن المواطنين يخشون بكل تأكيد من انتهاء فترة زيلينسكي والتوجه نحو المجهول أو نحو رئيس تصريف الأعمال، كون أن رئيس تصريف الأعمال قد تقل نوعا ما بعض الصلاحيات للوزراء وأي أيضا لبعض النواب الذين أيضا سوف ينهون ولاياتهم في 21 مايو، وهذا شيء سوف يدخل أوكرانيا إلى دوامة لا يحمد عقباها من قبل الجانب الأوكراني. الزميل الكريم غيث مناف أشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا من أوديسا. المرعب يا غيث والله أنه سيكون من مصلحة زيلينسكي استمرار الحرب، وهذا يجعل استمرار الحرب أمرا مرجحا بعد 20 مايو. إلى اللقاء يا غيث.